الحمد لله تمكننا بالفوز اليوم وبفضل اصحابي والتكتيك اللي درناها. كما كتشوفوا اليوم السيركوي لاروت كانت صعيبه بزاف وكان فيه الشتاء وكان صعوبات تاع الضغط وكان فيه الريح ايضا. وانا كنت عارف باللي لي زاتليت كامل راهم في مرحله صعبه والحمد لله تمكننا من الفوز اليوم ونشكر اصحابي وكامل الامن الوطن. شعبان ما كانش عندك زهر؟ الحمد لله هي بغينا ندخلوا في السباق تاع هي كان كنا مخصوصين شويه ريتم. الحمد لله دوك نشوفوا الفرق الجزائريه كامل راهي دخلت في الريتم ودخلت مع السباق وان شاء الله مازال تور تاع بليده وتور تاع الصيف ان شاء الله وتاع قسنطينه نكونوا نديروا ان شاء الله احسن نتائج ان شاء الله.